برضو احنا لازم نحافظ على العاملين اللي عندنا عشان يقدروا يدوا ويقدروا يستمروا ويقدروا كمان ما ينتشرش اي موجود اي ميكروب او اي فيروس للعاملين من خلال احنا في توجيهات مع الفريق ان كل العاملين يلتزموا بالتعليمات الطب الوقائي من خلال اللي بيتعاملوا مع الجمهور بالاخص من خلال كمامات بتوزع على كافه العاملين المحتكين بالجمهور، كذلك بيلبسوا الجرافز او الجوانتيات الخاصه بكده للحفاظ عليهم. كمان في كمان الصرافين اللي بيتعاملوا يوميا مع النقود وبيتعاملوا مع الجمهور معاهم محلول كحولي طبقا لتوصيات الطب الوقائي، ويستخدموه من صفه من وقت لاخر للحمايه من انتقال اي اوبئه. احنا طلبنا الكلام ده من الطب الوقائي، ويعني هيبقى في جاري توريده، يعني احنا وردنا بعض الاجهزه وهنعممه بعد كده ان شاء الله. بالنسبه لاي عمال او ركاب ممكن يشتبه او يظهر اي اعراض عليهم بيتم تعليمهم؟ هو في سيناريوهات معموله وتم وضعها، احنا عندنا في من اداره الازمات الموجوده بالشركه بالتنسيق مع اداره الازمات الموجوده بوزاره النقل ومجلس الوزراء في تعامل او في تنسيق لوضع سيناريو في حاله ظهور اي اعراض سواء على العاملين او على ركاب، رغم ده الحمد بفضل الله ما لم يتم حتى الان حاجه زي كده حدوثا مثلا او ركاب، ولكن انا بقول لو في سيناريو حصل حاجه زي كده في سيناريو محطوط من خلال وجود نقاط اسعاف موجوده على مدار الخط بتبقى تستخدم كغرف عزل ممكن نستخدم فيها نعزل فيها المريض او المشتبه بانه موجود به فيروس لحين التواصل مع وزاره الصحه من خلال 105 للوصول للحاله دي. طب لو اي ركن ركاب شعر باي اعراض وهو داخل المترو يتم يتعامل ازاي في اسرع وقت بحيث انه ما يعديش؟ المهم احنا نعرف، يعني احنا المهم نعرف، ما هو ممكن هو حصل باعراض، يعني هو المهم احنا نعرف، المهم ان احنا الشركه تعرف، اول ما تعرف هتتعامل على طول، الناس كلها مدربه، كل العاملين عندنا من ناظر المشرفين كل ده مدربين على التعامل مع هذه الحالات. يعني هو لو شعر باي اعراض بيتوجه للناظر او للمشرف الموجود هناك، هو هيتعامل معاه وهيعرف عنده سيناريو جاهز بياخده ويوديه، ومن خلال بالتنسيق مع شرطه نقل ومواصلات بنقدر يروح لنقط الاسعاف وبيتم عزله، وهي نقطه مجهزه لكده بتبقى عزله لحين التواصل مع 105. النقط الاسعاف المواليه تحت وزاره الصحه ومواصلات؟ اه طبعا طبعا طبعا، هي تبع وزاره الصحه بس احنا متعاقدين معاها. يعني نقدر ناكد ان حتى الان ما فيش اي حالات بين العاملين او ركاب؟ الحمد لله رب العالمين، بفضل الله الحمد لله رب العالمين. عاوزين ناكد على الموضوع، الحمد لله ما في، بنؤكد ان احنا ما فيش اي حاله ظهرت عندنا سواء من العاملين او من الركاب.